شيء. إن لله وإن إليه راجعون، ولله ما أعطى ولله ما أخذ. يعني قبل لحظات يوصلنا خبر وفاة قيدوم الصحفيين بالعيد بويميد. إن لله وإن إليه راجعون، الله يولي برحمة الله. يعني قبل قليل جاء خبر ديال الوفاة ديالو، فالله يولي برحمة الله. حسب المصادر ديالنا أنه توفي بأحد المصحات الخاصة بمدينة الرباط بعد معاناة طويلة مع المرض. فلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن الله وإن إليه راجعون، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. تشي حاجة ما ديما. يعني في اللحظات أو قبل اللحظات جاء خبر ديال الوفاة ديالو. إحنا الآن أمام أحد المنازل ديالو المتواجدة بوسط العاصمة الاقتصادية. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هدوء وسكينة، والحي يعم الحزن أمام المنزل ديال الراحل. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. بغيت التعاوي ديال المغاربة كاملين يدعوا معاه بالرحمة والمغفرة، الله يوليه برحمة الله. يعني كان ساكن في هذه العمارة السكنية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدنيا ما ديماش حتى حاجة ما ديما، فإن لله وإن إليه راجعون. هاي مرحبا. يعني خبر ديال الوفاة ديال قيدوم الصحفيين بالعيد بويميد، يعني صراحة اللي جا خبر كالصاعقة على جميع الصحفيين صراحة، خصوصا أنه معروف بالطيبوبة ديالو، خصوصا أنه كان مختص في مجال الرياضة. يعني صحفي رياضي بامتياز، يعني كل كيجبدو فعلو. فإن الله وإن إليه راجعون كان من أحد خبراء الصحفيين الرياضيين. يعني مسيرة كانت عدو مهنية كبيرة وكبيرة بزاف، مسيرة طويلة بالصحافة الرياضية. فلا إله إلا الله وإن لله وإن إليه راجعون، الله يولي برحمة الله. أختي نسرين، مات واحد السيد قيدوم الصحفيين من أحد قدامى الصحفيين الرياضيين في المغرب بالعيد بويميد. هذا هو المنزل ديالو. فإن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه، الله يرحم له جميع المغاربة، والله يرحم جميع أمة محمد. دوم هادشي اللي كاين أخويا، فتعازينا الحارة للأسرة ديال الفقيد، تعازينا الحارة للأسرة الصغيرة ديالو، تعازينا الحارة للأسرة الصحفية، تعازينا الحارة للزملاء والأصدقاء للفقيد بالعيد بويميد. إن لله وإن إليه راجعون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله يوليه برحمة الله. يعني صراحة بعد معاناة طويلة مع المرض، في هذه اللحظات كيجي خبر الوفاة ديال قيدوم الصحفيين الصحفيين الرياضيين بالعيد بويميد. مرات أخرى كنبغي نقدم التعازي للأسرة. فإن لله وإن إليه راجعون، والله يوليه برحمة الله.